بسم الله. تمارين حول الزوايا المحيطية في دائرة لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 12. سي دائرة مركزها O، A نقطة من دائرة سي، ودلتا مماس للسي في النقطة A. دلتا أولى مستقيم يوازي دلتا ويقطع السي في النقطتين B و E. A صغيرة، أنشئ الشكل. B صغيرة، برهن أن المثلث ABE متساوي الساقين. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله، نشوفوا التصحيح. نبدأ أولا برسم الشكل. يلا أجي أنا وياك نرسمو الشكل الآن. يلا الآن غادي نرسمو دائرة. إذا ننشئو أولا المركز ثم ننشئ هذه الدائرة. غادي نختار واحد اللون أخضر، هي هذه دائرة، ثم نقطة أ تنتمي إليها. A تنتمي إلى هذه الدائرة. إذا الآن غادي نشأو مماس الدائرة C في النقطة A. في رأيك كيف سنتصرف لإنشاء هذا المماس؟ إذا لإنشاء المماس كاين واحد الطريقة خاصة للقيام بذلك. أولا ترسم القطعة OA، هاي، ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم، ثم بعد ذلك مستقيم عمودي على المستقيم OA ومار من النقطة A، هكذا. إذن هذه هي الطريقة لإنشاء المماس. تقيم هذا المستقيم سميناه دلتا. دلتا مماس للدائرة سي في النقطة A. غنوضحو جيدا هذا المستقيم، غنختارو ليه نقطتين. ثم الآن سننشئ مستقيما موازيا للدلتا ويقطع الدائرة سي في نقطتين أظن B و C، بل يقطعها في B و E. غادي نرسمو. إذا غادي نشئو نقطة B مثلا هنا، غادي نسميوها B، ثم نأخذ البركة لننشئ مستقيم يمر من B ويوازي دلتا. هكذا كأننا نريد إنشاء متوازي الأضلاع. هذه المسألة معروفة في إنشاء مستقيمين متوازيين. إذا الآن عندنا دلتا ودلتا أولى مستقيمان متوازيان، وهنا عندنا النقطة E، لأن قيل لنا أن دلتا أولى يقطع الدائرة سي في النقطتين B و E. الآن نرسم المثلث ABE. ديال المثلث ديالنا يعني ABE هو هذا. إذا سنثبت الآن أن هذا المثلث متساوي الساقين. كيف ذلك؟ هذا ما سنراه الآن. غادي نضيف واحد النقطة M في الشكل، ها هي، سيكون لها دور. يلا انظر معي الآن إلى الزاوية ABE. الزاوية A
بي، ما هو وضعها في الدائرة سي؟ فعلا الزاوية AOB محيطية في الدائرة سي. ما هي القوس التي تحصرها؟ نعم، الزاوية المحيطية AOB تحصر القوس AB. الآن ما هو وضع الزاوية MAB في هذه الدائرة؟ أعيد، ما هو وضع الزاوية MAB في هذه الدائرة؟ نعم، الزاوية MAB بدورها محيطية في الدائرة سي. متفقين؟ بالرغم من أن المستقيم AM أو حامل الضلع AM مماس لهذه الدائرة، لأنه رأينا في التعريف الزاوية المحيطية في دائرة هي الزاوية التي رأسها ينتمي إلى الدائرة وضلعها يقطع عنها، أو أحدهما يقطع هذه الدائرة كما هو الحال هنا، وحامل الضلع الآخر مماس لها. هذه حالة خاصة ولكنها تعتبر أيضا زاوية محيطية في الدائرة. إذا كان أحد الضلعين يقطع الدائرة كما هو الشأن بالنسبة للضلع AB وحامل الضلع AM مماس للدائرة سي، إذن ما هي القوس التي تحصرها الزاوية المحيطية MAB؟ نعم، تحصر نفس القوس AB. إذن ماذا يمكن نقول عن هذه الزاوية وهذه الزاوية؟ نعم، هما زاويتان متقيستان لأنهما محيطيتان في الدائرة سي وتحصران نفس القوس AB. أقصد بذلك هذه الزاوية، غادي نوضع عليها واحد اللون، ها هي الزاوية AOB هذه وهذه. الزاويتان المحيطيتان AOB AEB و MAB تحصران نفس القوس AB، إذن هما متقيستان. الآن لاحظ معي دلتا ودلتا أولى، ماذا قلنا عنهما؟ نعم، قلنا أنهما متوازيان، أليس كذلك؟ نعم، أو المستقيمين AM و BE متوازيان و AB قاطع لهما. إذن نقول على هذه الزاوية MAB مع الزاوية ABE، عندهم واحد الاسم خاص MAB و ABE، شفناها في واحد التمرين سابق. نعم، هما زاويتان متبادلتان داخليا، أليس كذلك؟ هما زاويتان متبادلتان داخليا باعتبار المستقيمين المتوازيين AM و BE والقاطع لهما AB. إذن كيف ستكونان؟ فعلا ستكونان متقيستان، إذن خصنا نعاودو نوضعو نفس رمز التقيس. لاحظ الآن المثلث ABE، انظر إلى زاويتيه ABE و AEB، كيف هما؟ هذه الزاوية مع هذه الزاوية كيف هما؟ نعم، زاويتان متقيستان. إذن ماذا يمكن نستنتج؟ نعم، نستنتج من ذلك أن المثلث ABE متساوي الساقين في الرأس A، وهذا ما لاحظناه منذ البداية، وهكذا أثبتنا هذا الأمر بالبرهان. نشوف دروكا كتابة أو صياغة البرهان. الشكل ديالنا هو هذا، لنبرهن أن ABE متساوي الساقين. لتكون M نقطة من المستقيم دلتا، هذه النقطة اللي ضفنا في التمرين ديالنا. الزاويتان MAB و ABE هو AEB، اعتذر، الزاويتان MAB و AEB محيطيتان في الدائرة سي وتحصران نفس القوس. نعود نشوف الشكل ديالنا هو هذا، وتحصران نفس القوس اللي هي القوس AB. إذن هما متقيستان، أي قياس الزاوية AOB يساوي قياس الزاوية MAB. المستقيمان AM و AB متوازيان ويحددان على القاطع لهما AB.
زاويتين متبادلتين داخليا متقيستين. إذن قياس زاوية MAB يساوي قياس زاوية ABE. النتيجة الأولى AEB يساوي MAB سميناها رقم واحد، وهذه النتيجة سنسميها رقم اثنان. هكذا إذا من واحد واثنان نستنتج أن قياس زاوية AEB يساوي قياس زاوية ABE، وهذا يعني أن المثلث AEB متساوي الساقين في الرأس A. كل مثلث له زاويتان متقيستان فهو مثلث متساوي الساقين. إذن يعني الزاوية التي رأسها E تقيس زاوية رأسها B. طبقين. انتهى هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.